فلساتها بداية، كبداية إنك تبدأ مشوار بطريقة أحلى أحسن، منها بتوصل لقدام لمرحلة إنه تفكيرك بصير أحسن، البطولة تبعتك بتكون أحسن، في عندك بصير هدف، مش إنك بس بتفكر تسوي وبس، لازم نسوي شوي لمجتمعنا الضايع، كل الأولاد بالشوارع، وإن شاء الله بصير أحسن لقدام. شكرا لك مصطفى الدنف، مدرب الجودو.